دعا نصر الدين الهادي المهدي القيادي في حزب الأمة ونائب رئيس الجبهة الثورية، دعا كافة قبائل التماس بعدم الانجرار وراء مخططات المؤتمر الوطني. وأكد نصر الدين الهادي المهدي لراديو دبنغا إن الجبهة الثورية ما هي إلا حركة سياسية بتمثل كل جماهير الشعب السوداني، وهي قوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني في الشمال والوسط تجتمع وتوثق عهد جديد بأزم بإنبلاج الفجر السوداني. ووجه نصر الدين الهادي المهدي عبر راديو دبنغا رسالة لأهل في النيل الأزرق من العراقيين وغيرهم حول ما ردده المؤتمر الوطني من إنه في حركات من دارفور قامت بنهبهم ونهب مواشيهم. وأكد نصر الدين إنه وبعد التحقيق والتقصي الدقيق أكد إنه الكلام ده عاري من الصحة، وقال تبين إنه ما فيش هناك أي حركات من الحركات الدارفورية بالمنطقة، وتأكد في النهاية بشكل قاطع بأنه مجموعة من الاستخبارات العسكرية متنكرة في شكل مواطنين عاديين هم أنفذوا الجريمة عشان يعملوا وقيعة بين المواطنين وبين الجبهة الثورية السودانية، علما بأنه المنطقة اللي وقعت فيها الجريمة هي تحت سيطرة الجيش السوداني. وأضاف السيد نصر الدين الهادي المهدي للراديو دبنغا في هذا الخصوص: وصل بي جماعة من أهل من العراقيين واشتكوا بأن مجموعة من حركات دارفور هاجمت مراح لأهل العراقيين في منطقة أبو اليتيب وقتلوا صاحب المراح المرحوم موسى والعبدان، قتلوا الراعي قومي من أنقسنا وصاحب البهائم بتاعتهم لمنطقة كبر. واشتكوا لي بأن إذا كانت هذه ممارسات الجبهة الثورية فإنهم سوف يجدون أنهم مضطرين للانضمام لما يسمى بحرس الحدود. وانزعج أي ما انزعج لهذا الخبر، وعقدنا اجتماع قارع من هيئة الهيئة للجبهة الثورية دور رؤساء وناقشنا هذا الأمر واتصلنا بأكشن استخبارات الجيش الجبهة الثورية في تلك المنطقة، وتأكد لنا بما لا يدع مجال للشك بأنه لا يوجد أي حركة دارفورية في هذه المنطقة، وتأكد لنا بأن استخبارات المؤتمر الوطني نذكروا في زي مواطنين عاديين وهاجموا هذه المنطقة استطاعوا من حركات دارفورية لكي يألبوا الأهل ضد الجبهة الثورية. وتأكد لنا أن منطقة كوكور التي ساهوا لها هذا الخطير هي تحت سيطرة الجيش السوداني، ونريد الأهل أن ينتبهوا لمثل هذه الملاعيب وأنهم يريدون أن يوقعوا القطيعة والمشيعة بيننا. وأكد لهم أنني بصفتي الشخصية نصر الدين الهادي المهدي إذا تأكد لي بأن هذا الحادث قد وقع من أي فصيل من ضمن الجبهة الثورية فإننا كنا سوف نأخذ إجراءات راجع لحقهم، وإذا لم يحدث هذا فسوف أواصل لجانب أهلي لمن يعتدى عليهم. والحمد لله تأكد لنا أن هذا ما هي إلا من ألاعيب قرارات مؤتمر وطني، وأن ينتبهوا لمثل هذه الألاعيب وأن لا ينصاعوا لمرادهم يجمدوهم في قتال إخوة الجرم هم حابين لواء الفجر الجديد الذي سوف يؤمنهم وسوف يوفر لهم البيئة الأمن المستقرة والإسلام الصحيح والديمقراطية التي بها سوف يردون التنمية والسلام إلى ربوع بلادهم بإذن الله. أعلن الوسيط